بصراحة الزعمل في الإنارة الخارجية بيتميز بنوع مهم جدا جدا اللي هو الهاي بي، اللي هو إنارة المستودعات الدائرية. خلي بالك المستودعات بنسمي الإنارة بتاعتها الهاي بي، ده المستخدمة في المستودعات أو إنارة المستودعات الدائرية بيسميها الهاي بي. دي عبارة عن عدسة توجيه عشان أعمل عملية تركيز للضوء في المناطق اللي أنا عايزها. الجسم بتاعه مصنوع من المغنيسيوم والألمونيوم، هو بيدي لك ضمان 5 سنين، كفاءة عالية، تمام، بيدي لك واتج سمو مختلفة، وبيدي لك ألوان مختلفة، بتحمل درجات الحرارة العالية. بستخدمه في المستودعات، في المصانع، في الأسواق، في المطارات، تمام. بيبقى له طبعا بيم أنجل، في عندك البيم أنجل 90 للحاجات اللي هي أقل من 9 متر، وبيبقى البيم أنجل مور فوكسد أقل من 15 متر، بستخدم لها بيم أنجل 60. في عندي هنا هتلاحظ إن عندي البيم انجل هنا طبعا ده شارح على 90 اللي هو الارتفاعات الاقل من 9 متر، تمام. في برضو الاقل من 15 متر متوفر، بيدي لك اللايف تايم 80 الف ساعة، في منه 200 وات و 150 وات.